يجتمع ياسين هذا المتطوع للعمل الخيري مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني من أجل تقييم مختلف نشاطاتهم الخيرية منذ تفشي فيروس كورونا بالجزائر، ناهيك عن وضع مخطط توزيع محكم لألفين قفة من مختلف المواد الغذائية الأساسية للعائلات المعوزة المتواجدة في مناطق الظل لولاية سكيكدا كمرحلة أولى. الوبجيكتيف تاعنا هو 3800 قفة في اثنين على مرتين، أي بمعدل 200 قفة على كل بلدية من بلديات سكيكدا. ودرنا اون ابليكاسيون في الاكسس تعتمد على رقم التعريف الوطني، إليمينا الناس اللي قاعدين يديو كل مرة هذوك، ودرنا أولوية للناس اللي عندهم صفر مدخول، اللي ما عندهم والو، ومن بعد رحنا لمناطق الظل ودينا لها الأولوية. بروح متضامنة الكل هنا مجند من أجل تنظيم وتوزيع هذه المواد الغذائية لمستحقيها للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذا الوباء. يجيوا للمقر هذا اللي رانا فيه لعين مكان، يديوا الكمية تاعهم وكل واحد يقسمها على مستواه في البلدية تاعه أو في الدشرة تاعه أو في القرية تاعه. هذا وتخلل العملية الدعاء لكل من ساهم في الهبة التضامنية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.